حياكم الله مشاهدينا الكرام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وعندكم رقم بالأسفل بصفة إشارة الواتساب. تقدرون إذا ما قدرتوا تحصلون على الرقم تقدرون تدزون رسالة على رقم الواتساب إن شاء الله نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو ملف كأس الخليج أو بطولة خليجي 25 اللي راح تقام على أرض البصرة، بصرة الفيحاء، عروس الخليج العربي. الكل يعرف أن البصرة راح تكون المكان اللي يتم به استقبال الدورة 25 من بطولة كأس الخليج واللي سموها خليجي 25 بصراوي. لهالشي أكو ملعب جديد بالبصرة واللي هو ملعب جذع النخلة، بس مو كافي، ولهالشي تم افتتاح ملعب الميناء حتى يكون ملعب رديف للملعب الأول واللي راح يستقبل مباريات كأس الخليج بداية من 6/1/2023 إلى 19/1/2023. هذا الملف حالة هواية من الملفات اللي تعاني من فساد. ليش؟ لأن السياسيين اللي بالعراق دا يفكرون يطلعون البصرة اللي تعاني حالة هواية من المحافظات العراقية من هواية من المشاكل، يردون يطلعوها بصورة مغايرة حتى الوفود الخليجية يشوفوها بطريقة حلوة، ويخفون بعض المناطق بصور أو بناء جدار عازل يعزل الشوارع عن العشوائيات والنفايات والزبالة اللي منتشرة بشوارع البصرة. أثار انتباه الجميع البارحة من داخل الملعب الإنارة المو صحيحة اللي بملعب الميناء. طريقة وضع الإنارة أو البروجكترات بملعب الميناء كانت مو صحيحة، اللي نورت الملعب بشكل تام بطريقة غلط، مما أثار إحباط الجمهور المتعطش إلى مباريات تقام على أرضه وبملاعبه. خلونا نشوف. السلام عليكم، شلونكم، شخباركم؟ طبعا أحب أنوه على موضوع جدا مهم حصل بملعب الميناء، طبعا وعموم العراق مو بس ملعب الميناء، طبعا حتى على شوارع بغداد، الشارع الرئيسي محافظة البصرة اللي هو ضعف بالإنارة. كافة شوارع البصرة تلاحظ أنه فيها إنارة لكن ضعيفة جدا، واليوم ملعب الميناء كذلك ماكو إنارة نهائياً، بس الملعب أظلم، ما في إنارة نهائياً، يعني الملعب خاسرين عليه مليارات الدنانير، وهذه الإنارة مالته بعد كم يوم بطولة عندنا، هاي الإضاءة مال الملعب، مو بس الملعب، مو بس حتى الشوارع العامة هاي الإضاءة مالتها. الحين اللي وضعت الإنارة، إن الإنارة ضعيفة، كافة تقريبا انحاء البصرة، حتى الاماكن اللي تم العمل بها حديثا ضاعتها جدا ضعيفه، ما اعرف شنو المناشئ اللي يستوردون منها الاناره. مثل ما شفتوا بهذا الفيديو، ما كانت اناره الملعب هي الخطا الوحيد، لا، خلال الافتتاح اللي صار انه طفت الكهرباء عن جزء من إنارة الملعب، هذا الشيء اللي زاد الطين بلة. تخيلوا مباراة بين المنتخب العراقي ومنتخب أي دولة خليجية مشاركة ببطولة الخليج، وطب تطفى الكهرباء بالملعب، اللاعب اللي دا يركض لازم شايل لايت وياه ويركض بالطابة ويصيح جعفر أنت وين؟ حيدر وينك؟ مدى أشوفك؟ يمنى لو يسرى أشمرها؟ لا أتشوت؟ لا. تخيلوا أنت بمباراة وفجأة يصير هذا اللي دا يصير أمامنا هسه. هذا الشيء أثار التساؤل عند المتابعين، شلون راح يتم تنظيم كأس الخليج بحضور دول الخليج واللي واحدة من عدهن قبل أيام اختتمت بطولة كأس العالم بهالتحضيرات اللي ما تعكس صورة حلوة عن العراق وعن شعبه. خلونا نشوف.
بهالصورة هاي لازم الملعب شي يصير؟ هذا الجهة اللي بها كهرباء اكو حراس اثنين، من يهجمون المنتخب هذولا يوقفون ينقلبون يرجع الحارس يركب منا، هذولا يصيرون دفاع، هذولا يكملون يلعبون بنص ملعب لان النص ذاك ترك. اتحاد الكرة بالعراق راد يصلح الغلط، بس صلحها بغلط اكبر من جهة نظر المتابعين، انه جابوا مولدات كهرباء للملاعب حتى تجهز الملعب بالكهرباء بدلا من ان تعتمد على الكهرباء الوطنية. زين اذا خلص الغاز بالله شلون تبنون بنزينخانة بصف الملعب؟ زين اذا حسبتوا حساب 90 دقيقة هي مدة المباراة، اذا بالادوار النهائية عبرنا اشواط اضافية وجزاءات، نشغل لالات مثلا بالملعب؟ هذا الشيء اثار سخرية الشارع الرياضي العراقي المتلهف مثل هاي البطولات بارض العراق، واعتبروها ان الحكومة عاجزة عن امداد ملعب واحد بالكهرباء على الاقل لفترة مباراة واحدة. خلونا نشوف. هذا طلع السد العالي عدنان درجال بالسالفة. والله عدنان من كان لاعب لا غبار عليه، بس من صار وزير الكل يتذكر كأس السوبر العراقي الميداليات ما كفن، نزعوا اللواعيب ولبسوها للجدة، والكاس المزهرية والتليفونات اللي انباقت بالملعب جايب مولدات. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع، وكان التعليقات من منصة فيسبوك. رامي عبد الحفيظ يقول عفية بلد ما يقدر يسوي خطوط كهرباء وطنية للملاعب بصورة مباشرة أفضل وأحسن من المولدات؟ يعني المجمعات السكنية بها كهرباء 24 ساعة، لأن محطات خاصة والملاعب مولدات. يحيى خليفة يقول المشكلة مو بانطفاء الكهرباء، بل المشكلة بإنارة الملعب بالكامل، أنه تسليط الضوء على الساحة فقط هو خطأ كبير يرتكبه عمال الكهرباء والصيانة. الملاعب تحتاج خبراء ومهندسين في إنارة الملاعب وليس عمال صيانة. مصطفى اليعقوبي والله فشلتونا، بلد كل خيرات ما قدرتوا تخلون كهرباء تستمر فترة شهر. علاء حسين أكو دول تحتفل مرور 25 سنة وأكثر الكهرباء ما ترمش عندهم، واحنا عدنا بطولة مهمة وبالقوة حصلنا تنظيم هاي البطولة نعتمد على مولدات. زين هم فكر واحد بكم إذا أثناء الافتتاحية أو المباراة والمولدة انطفت شلون راح تتصرفون؟ لا حبيبي لا تخاف، راح يعينوا لك موظف بصف المولدة، خاف تطفى يشغل جوزة. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع اللي هو الفشل في الاستعدادات لبطولة خليجي 25 اللي مثل ما قالوا بالتعليقات بطولة مهمة إلى شبه الجزيرة العربية، وصار لها 25 سنة تقام كل سنتين. العراق محتاج هيك بطولة وبالقوة حصلها، بالمقابل هاي الاستعدادات مالتنا. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ أفل. إحنا بنشوف إنه هاي اللي يعني اللعبة اللي راح يلعبوها العراق وانتخابات الخليج، اللي بنشوف اهتمام الحكومة والإعلانات اللي قاعد بنشوفها في بغداد ومحافظات بالموصل، إذا كان بغداد وإذا كان أي منطقة من مناطق محافظاتنا، إنه بنشوف هاي الحكومة تبين للدول الخليج بأنه العراق
يعني بلد زين وبلد دي امان وبلد وضعيته زينه، وتحاول يعني انه تخلق العراق صوره جيده امام اخواننا واشقائنا العرب في الخليج. نعم. وهم الناس كلهم كل العالم وكل دولنا العربيه كلهم يعرفون وضع العراق انه صار من اكثر من 20 سنه وضع سيء من أسوأ الى سوء. فهذا العراق بوجود سلطه الاحزاب ما ممكن انه العراق يعني ينخلق لمده اسبوع او شهر يصير دولة عظمى ودولة لها ذات سيادة وطنية ودولة لها ذات شعب يعني يحب هاي الحكومة ويمجد هاي الحكومة ويشجع المنتخب. طيب وين كنتوا قبل 20 سنة اللاعب العراقي أو المنتخبات العراقية اللي ما قدمت لهم أي يعني من تجهيزات، ما قدمت لهم أي يعني معاناة يرجوها اللاعب اللي هو صار ما صار إنه لاعب تهتم بهاي الحكومة، ولا عندنا ناس انه يشوفون يعني شنو اثر هاي الملاعب اللي قاعد تخربت وتدمرت بسبب حكم هاي الاحزاب، واللي دا نشوفه انه صارت فيه حتى الطائفيه باللوائب يعني عده لعب صارت عندنا ببغداد ومحافظات، كيف يعني قاموا بعض الاحزاب بتدمير هذه يعني الجمهور وقاموا بها يعني نقدر نقول عليهم بصوره طائفيه. طيب من يكون عندنا هيك صوره طائفيه بين الاحزاب اللي موجوده امام شعبها، شلون راح تخلق ناس امامنا من ناس عرب؟ لا لا اكو سؤال اهم، اكو سؤال اهم ابو عمر، السؤال الاهم هم حايرين بالملعب، يقول لك اريد نبني جدار عازل، ذكروني بجدار العزل اللي بنته الكيان الصهيوني على الفلسطينيين على دائر مدار الملعب حتى ما يشوفون لا زباله ولا عشوائيات. البطوله 19 يوم، كل منتخب خليجي راح يجي الى البصره اكو يا جمهور، اكو روابط راح تجي للتشجيع، هذا راح يجي يقعد 19 يوم بالبصره، لازم اكو فنادق، لازم اكو مطاعم، لازم اكو شوارع نظيفه، لازم اكو شيء حلو بالمدينه، بحيث انه لما يطلع هذا الوفد، انا ما احكي عن المنتخب، انا احكي عن الخليج اللي راح يطب، يطلع ينقل صوره حلوه عن البصره مالتك وعن العراق بشكل عام. هاي اذا ما طلع من البصره وافتر باقي المدن، هاي شلون راح يحلوها؟ عفوا استاذ افضل الصوت ما داسم عزين، بس نقدر نقول المنتخب يعني الخليجي اللي قاعد يصير عندنا هذا ضحك عندهم، يعني ما ممكن انه العالم كله يصدق بسلطه الاحزاب والوضع اللي قاعد عندنا يصير بالعراق. احنا عندنا امور هوايه اهم من هاي اللعبه، واهم ان يكون صوت العراق امام العرب وامام العالم صوره جيده. احنا عندنا نقص بالمدارس، نقص عندنا بالمستشفيات، نقص عندنا كل الامور كل الوزارات. ما ممكن انه هاي اللعبه راح ترفع مستوى العراق وشان العراق. عندنا ناس هوايه تخرجوا وهواي ناس دراسات يعني ذات كفاءات عليا، انه الناس رايدين تعيينات، هاي تثبيت وعقود، هاي الامور اللي ابسط الامور اللي قاعدين ما يحلوها، فكيف ان يقدمون يعني يكذبون على انفسهم ان يكذبون على الشعوب العربيه؟ هاي ممكن لا تصدق، ما زال العراق يحكم وتحكم احزاب سلطه، ما ممكن ان يكون الشعب العراقي مع هاي سلطه الاحزاب ويتعاون اياهم ورفع من شان العراق، لان وجود هاي الحكومه فوق الاحزاب هم من نزل الشعب العراقي، هم من حطم الشعب العراقي بوجود هاي السله اللي حكمت من 2003 ولحد الان. وما ممكن ان يكون الشعب العراقي سعيد امام هذه الدول العربيه، لانه احنا كرامتنا ومكانتنا تخزينا امام هاي الدول العربيه، لانه ما ننسى الطائفيات اللي كانت قبل 2003 اللي كانوا يقولون انه كان يجون ارهاب من السعوديه ومن باقي الدول العربيه ادتهم. فكيف انه اليوم انه تصير مع اخواننا السعوديه مع اخواننا العرب بهاي الصوره، وكانت الحكومه هي كانت تحكي عليهم، والحشد اللي كان عندهم اللي نظمته من قاسم السليماني والمهندس انه كان يحكون على السعوديه وكان يحكون على الدول العربيه. فالدول العربيه ما لهم اي وجود امام الشعب العراقي امام هاي سلطه الاحزاب، ومهما كانت انه يقدمون للشعب العراقي، فالشعب العراقي ما يرضى على الحكومه الفاسده، ومهما يكون بعون الله سوف تتغير هاي الحكومه ويصير الشعب احسن والشعب العراقي كله يخرج مع هذا المنتخب. وانا اشكرك شكرا شكرا لك ابو عمر. السؤال اللي ينطرح هنا بالله، مثلا الوفد الرياضي لاي دوله عربيه راح تنقلوه من محل إقامته بالبصرة إلى الملعب إن كان جذع النخلة أو ميناء، إيش راح تحطون على جام الباصات مثلا حتى ما يشوف المدينة؟
شاشات وتحطوا له عالم افتراضي عن البصرة، بها نقل عامودي ومتروات وموانئ وسفن، ولما يطلع يرجع هناك يقول لهم شنو شفت بالبصرة، شيء انتم ما شايفين بحياتكم، لو شون. اكو هواية تساؤلات لازم يسألون بها. ننتقل الى موضوع اخر وهو ايضا بالبصرة، البصرة اللي راح تصير بها البطولة. هاي المدينة همين تعاني من نقص بالخدمات وانعدام البنى التحتية واهمال ومن كافة الاشياء والاطراف. بالوقت اللي تصب الحكومة جهودها لحتى تنجح خليجي 25، تبقى عشرات مئات آلاف المشاريع الخدمية متلكئة متروكة من سنوات ما أنجز منها شيء. ناشط مدني يتحدث عن إهمال عشرات المجمعات السكنية بمناطق القبلة وشط العرب والقزيزة بالبصرة، ومن سنوات عدة من دون الالتفات من الحكومة ومن مسؤولين المحافظة إلى هاي المجمعات، بوقت اكو عشوائيات دا تصير لانه ماكو بيوت. خلونا نشوف. السلام عليكم، رسالة الى الحكومة المحلية في محافظة البصرة والى كل نواب محافظة البصرة والى كل المسؤولين، شيوخ عشائر، تنسيقيات، ناشطين. لما التقيتوا برئيس الوزراء وصلتوا له انه عندنا مجمعات سكنية في القبلة، مجمع خالدون بالقزيزي في شط العرب، هاي المجمعات من 2014 قرار 347 وقفها العبادي والى الان لن تنجز، وهذه مشاريع وزاريه. قدرتوا انه هاي المشاريع تتحول الى الحكومه المحليه لاكمالها؟ مو هاي يشيل الاف العوائل، الاف العوائل اللي تسكن تجاوزات او ايجار. فرسالتنا انه اتمنى تصل الى رئيس الوزراء انه هاي المجمعات تركب هذا الوضع تتعرض الى الاندثار. هاي مجمعات سكنية. نفس الناشط وبمقطع ثاني يبين لنا جزء اخر من تلكؤ المشاريع الحيوية والمهمة بالمحافظة. بعيدا عن المشاريع السكنية نروح للمشاريع الصحية، مستشفى القلب مثلا، مستشفى العيون بالقبلة، منطقة 4000 وغيرها من المستشفيات اللي بعموم مناطق وأقضية محافظة البصرة اللي تم العمل بها سنة 2011، توقفت سنة 2014 حسب قرار 347 اللي أشار إلى قبل شوية بزمن حيدر العبادي، وبالنتيجة تعرضت كل هاي المشاريع للاندثار. خلونا نشوف. في منطقة القبلة هذا مستشفى القلب ومستشفى العيون، تم إنشاؤهم 2011، 2014 قرار العبادي 347 توقفن. بالنتيجة من 2014 إلى الآن توقفت هذه البنايتين، هاي المستشفيات الثنين، 8 سنوات مضى على وقوفهم. بالنتيجة تعرضا للاندثار، رطوبة وأملاح والجو ممطر. فرسالتنا إلى الحكومة المحلية ونواب البصرة، دولة رئيس الوزراء كلمتوا عن هاي المستشفيات، مستشفى التركي أيضا عندنا، مستشفى أبو الخصيب، شط العرب بالزبر، كلها متوقفه هذه المشاريع. هذه المشاريع وزاريه كان المفروض تتحول الى الحكومه المحليه لاكمالها. جبتوا رئيس الوزراء زار هاي المستشفيات، شاف شنو بيهن ما بيهن، الى متى؟ تحياتنا الى نواب البصره والحكومه المحليه، يجب متابعه هذه المشاريع المتلكئه والمتوقفه اللي مضى عليها سنين. والله يا اخوي عاشيدك اللي اذا تفتح هاي المشاريع، بس مستشفى القلب تحتاج قلب يحس حتى يجي يشوفها، اما مستشفى العيون فتحتاج واحد عنده عيون يشوف. اللي انت دا تناشدهم لا عندهم قلب ولا عندهم عيون. نطلع من البصره نروح الى بغداد. مدرسه الحريري بمنطقه الشرطه الرابعه بالعاصمه العراقيه بغداد انتركت ومن سنوات، ورا ما صارت مهدده انه توقع، ومن ذاك اليوم لحد هاي اللحظه لا تعمرت لا انهدت وانبنت من جديد، لا صار بها أي شيء. بالوقت اللي تعاني به المدارس العراقية من الدوام الثنائي والثلاثي بداخل المدرسة الوحدة. خلونا نشوف. مناشدة من بيج منطقة الشرطة الرابعة والمناطق المحيطة بها إلى وزارة التربية، إلى أعضاء مجلس نواب دار 15، هاي مدرسة الحريري اللي بالشرطة الرابعة بالسوق مال الشرطة قرب شارع الضغط.
المدرسة متروكة صار تقريبا 3 سنوات قالوا هائلة للسقوط، ولحد الآن ماكو أي عمار بيها متروكة. ناشدونا الأهالي بسبب بعد المدارس طلابهم، حاليا أكثرتهم داومهم بالشهداء وإحنا فصل الشتاء، وهاي المدرسة يعني قريبة على كل المناطق. يا ريت أحد يلتفت لها وزارة التربية. أعطي خطة لوزير التربية حبيب قلبي، لا تروح على مهندس تبني مشروع جديد وتاخذ فلوس مهندسين، تعال صورها لهاي، أخذ الهندسة مالتها وعيد بنائها من جديد، صدقني ريح بالك، لأنه اللي بنوها قبل بنوها صح. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا بمنصة فيسبوك أنور البزون يقول: شيء طبيعي مثل ما قلت، هناك جهات لا تريد الخير للشعب العراقي. حيدر علي: استلم يا بلدي، ماذا يفعلون بك وأنت ساكت؟ وين راح توصلون هاي الأحزاب الفاسدة؟ حسين الأمير: كذلك في محافظة البصرة، منذ سقوط النظام إلى وقتنا هذا لم يفتتح مستشفى التركي. وأبو مهدي: والله لكم يوم يا سياسي الصدفة يا أكبر مرتزقة على وجه الكرة الأرضية، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هذه التعليقات حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى ملفنا الآخر. ملفنا الجاي يحكي عن موضوع حكينا به هواية، لكن كل يوم دا ناخذ فئة من فئات هاي الشريحة، موظفي العقود يوميا أو بين يوم ويوم بحلقة برنامج صوتكم موجودين، تظاهراتهم مستمرة، لكن كل فترة دا ناخذ موظفين عقود تابعين إلى جهة معينة. تظاهرات موظفي العقود والمحاضرين بمختلف الدوائر والوزارات دا يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم. تجي هاي ويا وعود الحكومات السابقة وحكومة السودان الحالية اللي يحاولون بها أنه يهدئون الشارع، يحاولون بها يمتصون غضب الشارع ويطلقوا لهم وعود أنه دائما إحنا راح نثبتكم على الملاك الدائم. اليوم اللي موجودين ويانا مثلا بالفقرة الأولى من هذا الموضوع موظفي الحقود اللي يشتغلون بوزارة الكهرباء، اللي هم قراء المقاييس التابعين لوزارة الكهرباء، طلعوا بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء يطالبون بها بحقوقهم، طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم، اعتبارهم أنهم موظفين تابعين لوزارة الكهرباء، أسوة بأقرانهم، خصوصا أنه صار لهم فترة من الزمن يشتغلون بالوزارة. خلونا نشوف. هو صحيح انه العراق ما بكهرباء، هو صحيح المواطن العراقي ما مرتاح بسالفه الكهرباء، عندنا وزاره بها تخصيصات ماليه بس ماكو كهرباء بالبلد، تجي ايام على الشعب العراقي يوم ويومين وثلاثه واربعه ما عندهم كهرباء. بس مو معناها انه هذا الشخص اللي دا يقرا لك الساعه، اللي دا يقرا فشلك انت في توريد الطاقه او توليد الطاقه الكهربائيه للمواطن تحرمه من حقه. نطلع من موظفي عقود وزارة الكهرباء، أكو تظاهرة ثانية لموظفي الشركة الأمنية المسؤولة عن الأمن داخل مطار بغداد الدولي. هاي التظاهرة دا الطالب بها أنه يثبتون على الملاك الدائم، يعتبروهم موظفين حكوميين، همينا بالنظر أنه صار لهم فترة طويلة يخدمون بهذا المكان. خلونا نشوف. اخوان مطلب هو مطلب بسيط، واكو جماعه صاروا في حدود ال 15 سنه من 2003 اكو قبل وراء 2003 ولحد اليوم هذا، وعلى الحكومات المتعاقبه من اجت من اول رئيس وزراء لحد هذا اليوم. وعوده هوايه وسوالف هوايه بانه يثبتون على اي
الداخلية كان أو على أي هيئة موجودة. وهذا هم بيه فائدة أيضا لخزينة الدولة، لأنه مثل ما قال أخوي هنا 22 مليون دولار سنويا. أنا أعتقد هذه الشريحة اللي إذا تعينت يمكن ما تصرف نص هذا المبلغ، يعني توفير أيضا توفير خزينة الدولة وأيضا إنصاف شرائح هي أصلا مظلومة. تعرفون موظف يشتغل بالدولة من 2003 إلى حد 2022 بصفة عقد شنو معناها؟ يعني هذا الشخص لو معيني على ملاك ومتعين بالدولة ورسمي هو موظف من 2003 ل 2022 لل 2023 إذا انتهت بال 2024 من حقه يقدم تقاعد. بس أنت حرمت هذا الشخص اللي قاعد دا يشتغل إلك والغيرك على أمن جهة أو أمن مكان هو من أكثر الأماكن حيوية بالعراق، على الرغم من كل المشاكل اللي تصير من تهريب عملة ومخدرات داخل المطار بمساعدة أحزاب وسياسيين، ومعناها همينة تحرمه. نبقى ببغداد، همينة أكو تظاهرة ثانية لعدد من موظفي العقود اللي تابعين لديوان الوقف السني، ظهروا أمام مبنى الوقف طالبوا أن يتم تثبيتهم على ملاك ونددوا بالفساد اللي دا يصير بطريقة التعيين والتثبيت بالوزارات. خلونا نشوف. أخوان سؤال، ديوان الوقف السني عنده موظفين عقود؟ شنو الصفة مالته؟ موظف عقد إمام جامع؟ موظف عقد مؤذن؟ والله يعني ليش عنده موظف عقد؟ شنو العقد الاستثماري اللي من المفترض أنه ديوان الوقف السني مسؤول عنه حتى يكون عنده عقد؟ وشنو ميزانيته دا يستلمها حتى يعطيهم رواتب؟ المفروض هو مسؤول عن أوقاف، ما أعرف. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من حنان سلام تقول: عقود البصرة مضربين عن الدوام اليوم وكل يوم لحين التثبيت، الله ينصرنا. أبو سما السام الرائي: اتقوا الله في هذه الشريحة، والله حرام هذا العمل. ناس من 2005 لحد الآن عقود بأجور تعبانة، حسبنا الله على من ظلمنا، عليكم إخواننا بالضغط على كل الجهات المعنية لاسترداد الحقوق المسلوبة وأنكم أبطال. أبو عيوش النعيمي يقول: 10 سنين عقد ويبقون حقنا ويضيعون التثبيت علينا، والله حرام. أو قصد يبوقون حقنا. سيزر أوتو أو قيصر يقول: الطرق على رأس الفاسدين والزنادقة والإضراب العام هو الحل الوحيد لنيل الحقوق. كانت هاي تعليقات الناس حول تظاهرات موظفي العقود اللي صار لها أيام وأيام مستمرة واللي يطالبون بها أن يتم تثبيتهم بها على الملاك الدائم، إن كانوا عقود إلى وزارة التربية، إن كانوا عقود إلى وزارة المالية، إن كانوا عقود إلى وزارة الصحة، إن كانوا عقود إلى وزارة الدفاع أو الداخلية أو الكهرباء، أي وزارة بها عقد دا يطالبون، خصوصا شريحة المعلمين والمدرسين التابعين لوزارة التربية. عندنا نقص بالمدارس بالكوادر التدريسية، وكهواية مدارس طلعت فيديوهاتها عندنا ببرنامج صوتكم ما بها معلمين. بالمقابل لو فكرت وزارة التربية أنه تعين المحاضر المجاني، أكو فرق بين عقد ومحاضر مجاني، اللي دا يشتغل ببلاش وقالت له تعال أنت متعين على الملاك وهذا راتبك وهذا حقك وهذا الضمان مالتك وباكر عقبة تكبر وتأخذ تقاعدك، شوفوا شلون راح يقدم للبلد أقصى ما يمكن. الكل يعرف اللي دا يصير بالعراق، بس اللي دا يسووه سياسيين أكبر. الدولار راح نحكي عليه بس ورا هذا الفاصل.
ماذا قدمت حكومات ما بعد الاحتلال للعراقيين منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2022؟ كيف أسهمت الحكومات المتعاقبة على تدهور القطاع الصناعي والزراعي والتعليمي والصحي والبنى التحتية للعراق؟ ماذا يذكر لإنجازات نظام المحاصصة الطائفية في العراق سوى ارتفاع نسب الفقر والأمية والانتحار ونشر المخدرات في المجتمع؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان حصاد عام 2022، ماذا جنى العراقيون؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعندنا اتصال ابو علي من الديوانية. حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الكريم، الدولار الفقير شنو فائدته من الدولار؟ نعم. اللي صعد واللي نزل هو فقير بعد، ما الفلوس العراقية ما قابلة دولة يقبض الدولار. نعم. ما له فائدة بالدولار. كان زمن الطاغية صدام الدولار الواقع ب 400 ألف، الدور الكهرباء 2000 دينار. هسا ال 100 دولار 150 الف، ايجار الكهرباء 10 ملايين و 8 ملايين مال المنازل الدوليه. نعم. ويانا الضغط، ويانا الضغط. يعني قبل من يقولوا له واحد حرامي يستنكف، بس لا، هي هسا الحكومه يقولوا له حراميه ما تستنكف على روحها. لا اقول زيد الشرف، هاي كلمه حرامي من يقولون عليها. نعم. اضرب لك مثل ولا واخذ من وقتك. لا تفضل. اكرجل قال لابنه، قال غنام، قال يا ابويا من تنام بالليل خاف تنحس، قول ذن الغنم امانه الامام او نام. نعم. قال ابويا ما يصير لازم اقول امانه الله. قال لا اقول امانه الامام، نام هذا الطفل بدين باقي الحلال مالته. قعد الصبح قال ابويا الحلال مبيوق، قال انت من نمت ايش قلت؟ قلت له امانه الله. قال لي مو قلت تقول امانه الامام خاطر من يضيع على عاتب رب العالمين؟ جلس لا بعد علم العاتب لا هي امانه الله وراحت بعد ما تعاتب. لا هي الحكومه حراميه وحكومه المحافظات بعد انقص حراميه، علم تشتكي. نعم. والله نشتكي بس الله والامام المهدي يوقع حظهم دولة. من نعلى على ابو كل شريف بن ابيهم شريف. والله بل ان الديوانيه هاجرت 30% هاجرت من هالحكومه الخايسه اللي لا رئيس وزراء يجي، لا وزير كهرباء يجي، لا وزير اقتصاد بوجههم ما يجون من على لاباتهم. بس انخلقنا بالعراق ايش نسوي بعد؟ لا اكثر ولا اقل، خلقنا بالعراق لا اكثر ولا اقل. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ الفرد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي هذا ابو علي من الديوانيه من يقول زمن الطاغيه صام حسين. نعم. يعني انت عتناقض نفسك بنفسك، تقول شيء بسيط وتجينا الورقه ب 2000 دينار. نعم. يعني تقيس وين ال 2000 دينار وين ال 10 ملايين؟ يعني انت عتناقض نفسك بنفسك. نعم. يعني احنا هسه صدام شيء راح، انت احكي لي هسه بالموجود. الموجود هذا ابو الله لي يوفقني ها؟ نعم. ابو الله لي وفقنا ايش حيسوي؟ قال نزل دولار، اشهد دولار صعد لل 160. يريد يسوي العقود، العقود ماكو، كلها مظاهرات. يا عمي الله لي وفقه 100 نوبه. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. ويا الاوضاع المزريه اللي دا يعيشها العراقي واللي دا يعيشوها اصحاب الدخل المحدود والمعدومين بالذات، ويا ما يترافق من ارتفاع السعر صرف الدولار هو ارتفاع الأسعار السلع الغذائية. بالمقابل لما ترتفع السلع الغذائية أكو سلع أخرى خدمية همين ترتفع، مواد البناء، المواد الإنشائية، الصبغ، الحديد، كل شيء دا يصير بارتفاع سعر الصرف دا يرتفع. الفقير اللي ما عنده لما ينفطر أساس بيته ما يقدر يصلحه،
الفقير اللي ما عنده لما يشوف اهله ما دا يقدرون ياكلون والسقف ينشق وتمطر الدنيا وينقط عليها مي ما يقدر يصلحها. لهالسبب هواية من العوائل تعرضت سقوف بيوتها لانهيار بسبب الظروف الجوية والأمطار وتهالك البنية وقلة الأموال، من ضمنها منزل عائلة فقيرة بقضاء الحي بمحافظة واسط. شوفوا حال هاي العائلة شلون صار. تم سقوط السقف مال يعني احنا بس بيت الجار الاخ حميد هاشم الله يرحمه، والساعة السابعة ليلا حوالي بالليل بس الحمد لله والشكر يعني عدة سلامات العائلة. الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر العائلة سلامات وتم هدمه بالكامل، وشوفه قدام عينك يعني والعفش اللي بداخله كله المرد يعني العقاده هو عقاده عقاده اكيد انت تشوف شوفت عينك. نعم طاح ايه. طاح طاحت كل هالخانات كلها هاي قدام عينك جاي تشوف، وهاي السبلت هذا قدامك وهذا السقف كله انهدم بالكامل. الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. الله يسلمك الله يحفظكم الله يسلمك الله يحفظك. الحمد لله هسه انتم جايين شو تسوون؟ والله جاي ننظف طلعون الانقاذ. اي والله طلعنا الانقاذ وننظف ماكو ان شاء الله اصابات ولا الحمد لله شكر الحمد لله شكر الحمد لله نعمه. هذا سقف عقاده وقع لا عاد اذا كان شنكو غيرها. ابو عبد الله من صلاح الدين رجع لنا، حياك الله يا ابو عبد الله. هلا هلا استاذ العزيز. استاذ العزيز هذا الوقع بيته خليه يروح يقدم على التعويضات، بس القاضي مال التعويضات يقوم يقيضه بالربع بالنص، لان صار عندنا مو قضاه حيتان حيتان ما شاء الله. ابو عبد الله يا تعويضات هو النازع اللي بيته تفلش بسبب تنظيم ارهابي دخل للبلد وتقاعس الجيش عنه وجوه حرروه وطلعوه يقول اريد ابني بيتي، مدى يطوه هذا يطوه فلوس؟ حبيبي انا العدا انا العدا احكي وياك ثلاث بيوت تفلشن. نعم انا العدا احكي وياك انا العدا احكي وياك عندنا ثلاث بيوت تفلشن ولحد الان دينار ماكو، يعني بيت سواله 200 مليون يقيموه ب 27 مليون، يعني بس انقاذ طلعناها من بيت ب 7 ملايين. هذا من ينطيني اياها ابو الله يوفقني. نعم ابو الله يوفقني الله يوفقه ان شاء الله الله ليستر عليه ان شاء الله. هو والحاشة مالته وهذا البرلمان الحلبوسي وغير الحلبوسي ناس شرذمة قردة ناس دايحة ناس موالية لإيران، نعلة الله عليهم وعلى إيران وعلى الجابهم وعلى المحتلة الجابهم، وأنا أعتذر منك أستاذ أفل أخاف ضويتك. لا العفو 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 شكرا شكرا لك أبو عبد الله. من نطلع من واسط أكو بيت ثاني وقع همين على روسالة بقضاء هيت بمحافظة لمبر، قاعدين بأمان الله بيتهم اللي المفروض البيت يحميهم فجأة طب وقع عليهم. الدفاع المدني أنقذهم من تحت الأنقاض الحمد لله والشكر. كاميرا مراقبة توثق بالصورة والصوت لحظة انهيار منزل بهيت على ساكنيه، قدموا دعوات أنه يتم الوقوف إلى جانب هاي العائلات المتضررة مساعدتها، وحملوا الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الفقير والمعدوم بالعراق مع غياب الرقابة وشروط السلامة بالبناء. خلونا نشوف. مثل ما لاحظتوا الأستاذ هنا دا يمشي بأمان الله، ومرة همين دا تمشي بدربونة صغيرة فجأة البيت اللي بهالمكان هذا وقع. ليش؟ لأنه البناء غلط، مبانين الأساس بصورة صحيحة، معاقدين السقف بصورة صحيحة، الاسمنت الخفطة مالته غلط، النسب غلط، أكو شيء غلط. بس شنو الغلط اللي دا يصير هنا؟ أنه أكو ناس تأذت. السبب لأنه أكو سياسي ما مهتم بهاي الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم مشاهدينا من الحقوق عمار علاء الحمامي يقول خلي تشوف حكومة المحاصصة هاي الأحياء السكنية المتهالكة والناس التعبانة والبسطاء بفلوس نور زهير يقدرون يسوون لهم مدينة سكنية متكاملة. إسراء أحمد تقول وبالناصرية وبالبصرة هم من الفقر والضيم الناس ما عدها تبني يوقع عليهم.
وحسن السعيد يقول هاي البيوت القديمة بسبب المطر بدت تنهار. ومرشد الهيت يقول التعويضات تروح للمليارديرية والمسؤولين وأهل الرشوة بالمحافظة. السؤال اللي ينطرح هنا، البيوت القديمة بدت تنهار، شو قبل البيوت القديمة همنا كانت عايشة، وقبل همنا كانت أكو بيوت قديمة وأكو قرى وأكو مطار ودورات يفيض النهر بالمطار، وأكو مواسم بالأمطار تصير مثلا دجلة يفيض ببغداد، وأكو بيوت قديمة كلش، وأكو مدارس وأكو مجاري لا فاضت ولا غرقت، ولا أسمعنا بيوم من الأيام وقع بيت. حتى نكون صادقين، ما سمعنا وقع هالكم الهائل من المشاكل، ولا سمعنا فد يوم مدينة فاضت أو غرقت، ولا سمعنا فد يوم أكو بيت خرب الأثاث بسبب مي المطر. اتصال ويانا عمر، حياك الله. مصطفى من عمرية الفلوجة، عفوا، حياك الله يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ هلا بيك يا الغالي. والله أريد أن نرجع نتواصل مناشدتنا، إحنا بالمخيمات العامرية من الجنابين من جرف الصخر. نعم. إيه، فأريد نتواصل مناشدتنا للحكومة، يعني إحنا أمس نبغى على هذا الحال. نعم. هذه المعاناة اللي إحنا اللي أمس يشوفون حل. نعم. ويرجعون الأماكن. نعم. مستحلتها ميليشيات إيران. نعم نعم نعم. اي نعم، فنرجع منكم ان تسلطون الضوء على معاناتنا. تأمر امر، تأمر امر اخ مصطفى. إيه نعم. من عمرية الفلوجة، ابقى متابعنا وان شاء الله مناشدتك هاي نسمعها يعني وناخذها بعين الاعتبار. حقيقة المعاناة، يعني احنا هاي من 2014 اللي هاي سنة 22 هذه العوائل بالخيم بالبرد. نعم. نعم. بالحر. نعم. نعم، حاطيهم بالحسبان ان شاء الله. شكرا شكرا لك اخ مصطفى، وتدلل وتامر امر. التسليط الضوء على مشكله الدولار وارتفاع سعره واللي راح يسويه بالعراق والعراقيين بالذات، قسم التواصل الاجتماعي سوى لنا انفوجرافيك حول هذا الموضوع، خلونا نتابعه. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. نبقى بنفس الموضوع، هاشتاغ الدولار يفتك بالفقير،
واسم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر، وصل الى الترند بعد الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وصل ما يقرب من 160 الف دينار عراقي لكل 100 دولار. ولهذا السبب اختارنا لكم بعض التغريدات على هذا الوسم. دكتورة نور الشمري يقول: الدينار العراقي يجلس مع الليرة السورية واللبنانية وينهار بالكامل امام الدولار. الدولار يتم تهريبه لإيران وشركات وهمية تقودها ميليشيات بالعراق مسؤولة عن ذلك، إلى متى يجب أن نسكت؟ وحيدر آل مرجان: الحكم الحالي لا يفرق شيئا عن حكم 2008 أو حكم 2014 و2019 أو أي حكم جاء بعد احتلال بغداد على يد أمريكا وأعوانها. هذه الفترة التي يعيشها الشعب العراقي هي أسوأ فترة مرت عليه، يجب اقتلاع هذه الحكومات الفاسدة من جذورها. أسامة العراقي يقول: الوجعة ما توجع غير راعيها، رئيس الكتلة والنائب والوزير والمدير العام ما يتأثرون بارتفاع الدولار، ما يحسون بالفقير اللي يطلع من الفجر زين ويحصل 5000 الأطفال، يعني هذا شلون يمشي أموره اليومية. أما رنا شمري تقول: بسبب تهريب الدولار من قبل الحاج المقاول إلى إيران وسوريا، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار. هاشتاغ الدولار يفتك بالفقير، كانت هذه التغريدات على وسم هاشتاغ الدولار يفتك بالفقير. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم هذا اللي كان بجعبته لهذا المساء، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد، انتظرونا، في أمان الله.